إجراء جديد اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية تجاه 11 مسؤولاً في النظام السوري بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فما القصة؟ قيود جديدة فرضتها واشنطن ضد 11 مسؤولاً في النظام السوري، بالإضافة إلى توسيع القيود المفروضة سابقة على النظام السوري، وذلك ضمن إجراءات جديدة لتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. فالخارجية الأمريكية أصدرت بياناً بأن واشنطن تسعى لتطبيق سياسة موسعة لتقييد التأشيرة لمسؤولي حكومة النظام السوري الحاليين أو السابقين أو غيرهم من المتواطئين في قمع السوريين وارتكاب وقائع كبرى بحقهم، وعرقلة الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السياسي للصراع في سوريا والإعادة القسرية للاجئين إلى سوريا. وتأتي تلك الإجراءات الأمريكية الجديدة بالتنسيق مع المملكة المتحدة وكندا، وسبق تلك الإجراءات إعلان الحكومة البريطانية عن حزمة شاملة من العقوبات تستهدف الأفراد المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 8 من المسؤولين والوزراء والضباط في حكومة النظام السوري. حيث جاء في بيان وزارة الخارجية البريطانية أنها فرضت عقوبات على أفراد من النظام السوري لتورطهم في وقائع كبرى.